لم ينجح الاستنفار الأمني الذي وصف بحالة طوارئ غير معلنة من إيقاف المد البشري الذي نزل للشوارع الرئيسية في الذكرى الثالثة لثورة فبراير. فقد شهدت المناطق المحيطة بدوار اللؤلؤة استنفاراً أمنياً وعسكرياً وتواجداً لقوات الحرس الوطني تحسباً لزحف الثوار نحو الميدان الذي شهد احتجاجات شعبية في فبراير شباط من عام 2011. وبحسب مصادر انتهجت قوات النظام أسلوب القمع الوحشي والقوة المفرطة لقمع التظاهرات الشعبية التي انطلقت في العديد من المناطق كالبلدات الواقعة على خط شارع البديع ومدينة جد حفص والعاصمة المنامة والمناطق الغربية وسترة والمحرق، فيما شهدت بلدة الديه اعتداءات على النساء واعتقالات لعشرات المتظاهرين من مناطق مختلفة أسفرت عن إصابة العديد منهم بالرصاص الانشطاري المحرم دوليا واعتقال آخرين. وكشفت إحصائية صادرة عن حصيلة الفعاليات في يومي 13 و14 من فبراير شباط 2014 والتي انطلقت على جولتين، ولفتت الإحصائية إلى خروج أكثر من 150 تظاهرة في 70 بلدة، فيما تم اعتقال 55 مواطنا وإصابة أكثر من 40 ومداهمة 15 منزلا في مناطق مختلفة. من جهة أخرى أعلنت حركة تسمى سرايا الأشتر مسؤوليتها عن عمليتين استهدفتا قوات النظام في منطقتي الديه والدير، وقد صرحت وزارة الداخلية بمقتل أحد عناصرها متأثرا بإصابته.